بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله هنكمل المحاضرة السادسة من البروتستلاب النهاردة، وهنكمل فيها موضوع التوبولوجي وتنسيق النصوص. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن احنا عملنا قالب اللي هو سميناه البروتستلاب تمبليت، تمام كده، وهناخد منه بحيث إن احنا نقدر نشتغل عليه. طيب، المرة اللي فاتت احنا خدنا التوبولوجي اللي هو الجزئية الأولانية، تمام كده، وكانت فيها الحاجات ديت، لو ضغطنا اف 12 ومفتاح المفاتيح. كان فيها تنسيق الهيدنجز من H1 الى H6، وكان فيها تنسيق احنا ممكن نحول مثلا اي ديف اي اتش منهم بالشكل دوت. كان فيها تنسيق الباراجراف العادي، تمام كده. كان فيها تنسيق المارك، كان فيها تنسيق الستريك ثرو. مين هنكمل؟ طيب، دلوقتي احنا وصلنا لحد هنا، وقلنا دي الحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. اذا ضفناش من المفاتيح، ادي اتش 1 لحد اتش 6، تمام كده. دي التنسيقات اللي هي بتاعت الهيدنجز، وده كان ديف، واحنا طبقنا عليه اتش 3 كلاس بتاعت اتش 3، وده كان الباراجراف، واحنا عملنا الباراجراف ده بالشكل دوت. وهنا عملنا النص المظلل، النص اللي فيه وسط خط، النص اللي تحتيه خط، النص المصغر السمول، النص اللي هو الاسود العريض اللي هو السترونج، النص اللي هو الانفاسيزيت اللي هو المائل. وبعد كده دخلنا في التعامل مع الباراجرافات، وعرفنا الستاند اوت اللي هي الليد، تمام كده، وعرفنا السمول، وعرفنا المحاذاه تكست رايت وتكست سنتر وتكست ليفت، وعرفنا بعد كده الكابيتالايزد، وعرفنا كمان الابر كيس اللي هو تكست كابيتالايزد وتكست ابر كيس. تمام، هنكمل النهارده مع الباراجرافات، وتعالى نشوف ايه هو النص الاساسي اللي هو البرايمري تكست. هنشوف نعمله ازاي. هنيجي هنا في دريم ويفر، تمام، وهنزل هنا. طبعا انا كل الشغل بتاعي بكتبه فين يا جماعه؟ بكتبه داخل الديف اللي هو يكون في كونتينر فلويد. هضغط هنا واضغط بي، تمام، هو باراجراف، وبعد كده هنا كلاس، وجوه الكلاس هبتدي اكتب الحاجه اللي انا عاوز. انا عاوز دلوقتي ان يكون التكست دوت، تمام كده، يكون تكست برايمري. تعال نشوف هيكتب ازاي. تكست تكست داش برايمري برايمري، اوكي، تمام كده. وهنقول هنا ده النص الاساسي، النص الاساسي، تمام. ودي كنترول اس، ودي اف 12 من لوحه المفاتيح. تعال نشوف هو هيبص للنص الاساسي ازاي. بص كده يا جماعه، هتبص تلاقي النص الاساسي واخده باللون الازرق بالشكل ده، تمام. لو انت عايز تجيبه ناحيه اليمين، هنحط له تكست ايه؟ تكست رايت ككلاس، تكست داش رايت اهو، اوكي. وادي كنترول اس مره ثانيه، وادي اف 12 مره ايه؟ مره ثانيه. بص، ده البرايمري تكست او الكلاس بتاعت البرايمري تكست، تمام. تعال ناخد كوبي ونشوف التكست سكسس. هنيجي هنا مره ثانيه وناخد من ده نسخ كنترول سي، وهاجي هنا كنترول وفي، وهنا اكتب هنا تكست سكسس، تكست داش سكسس. وضغط هنا واقول له ده النص دوت هو نص نجاح الاكشن او العمل، نص نجاح النص الخاص بنجاح الاكشن او العمل. كنترول اس واف 12 بنفتح المفاتيح، وهنشوف كده. هبص الاقي ده شكل اللي هو ايه؟ سكسس، اللي هو التكست سكسس، تمام كده. طيب تعالى نشوف التكست الدينجر. هناخد نفس الكلام ده كده، ولا ناخد اللي فوق دي احسن؟ كنترول سي، نحطها هنا كنترول اي وفي بهذا الشكل، وهيكون التكست دينجر دينجر دينجر، اوكي، تكست رايت. وهنقول النص دوت خاص برسائل الخطا وملاحظات قويه. النص ده خاص برسائل الخطأ والملاحظات القوية. كنترول اس، ودي 12 من المفاتيح.
يبقى كده ده البرايمري تكست، ده السكسس تكست، ده الدينجر تكست. تمام كده؟ تمام. اوكي تعال نشوف مثلا الورنينج تكست اللي هو خاص بالتحذير. هناخد نفس ال كوت ولكن في الحتة دي كنترول في تكست وورنينج وورنينج تكست وورنينج، ده نص خاص بالتحذير، نص خاص برسائل التحذير. وادي كنترول اس ضيف 12 ونشوف كده اللي هيحصل ايه. ده التكست اللي هو خاص بيه بالورنينج، شكله لونه برتقالي تقريبا. يبقى عندي كده البرايمري، عندي كده السكسس، عندي كده الدينجر، عندي كده ايه الورنينج. تعالى نضغط هنا مره ثانيه كنترول في. في عندي تكست ثاني اللي هو خاص بالانفو، تكست انفو انفو بهذا الشكل، وده التكست يكون رايت، وده خاص بمعلومات مثلا، ممكن تقول له يكون خاص بالمعلومات، هذا النص خاص بالمعلومات، نص خاص بالمعلومات. وادي كنترول اس مره ثانيه، وادي اف 12 مره ثانيه. تعال نبص كده للنص الخاص بالمعلومات، هتلاقي شكله بالشكل ايه، بالشكل ده. يبقى كل دي هدي عباره عن تنسيقات ايه، تنسيقات جاهزه للتكست، كان من ضمنها تكست برايمري اند تكست سكسس، تكست دينجر، والتكست وورنينج، والتكست ايه، تكست انف. هنخش في حاجه تانية اسمها التعامل مع مين، مع الليستات. وتعالى نشوف ايه الكلاسات الموجوده للتعامل مع الليستات. تعالى نعمل اي لسته سريعه كده، هنعمل ان اوردرد ليست يو ال. وجوه اليو ال ديت في ال ال اي. تمام كده، وهناخد منها كذا نسخه، كنترول سي، وهنضغط هنا كنترول وفي، كنترول في، كنترول في، كنترول وفي. تمام كده. تمام هنحط فيها مثلا وليكن البوت ستريب، البوت ستريب، وهنحط فيها كمان الجي كويري، جي كويري، وهنحط فيها كمان الجافا سكريبت، الجافا سكريبت، وهنحط فيها السي اس اس، السي اس اس، وهنحط فيها الاتش تي ام ال، HTML بهذا الشكل. تعال نضغط كنترول اس و اف 12 ملوحة المفاتيح، وتعال نشوف الدنيا ماشية ازاي. هتلاقي البوت ستراب حادف النقط هنا، مش عارف عشان ده اكشن ار تي ال، وحاطط الليستة الناحية ايه، الناحية التانية. تعالى اول كلاس ان احنا هنعمل لها حاجة اسمها الان ستايل، الان ستايل ليست ان ستايل. تعالى نيجي على اليو ال نفسه، طبعا هتعالى نشوف كده هل الكلاس بتاع التكست رايت شغاله هنا ولا لا. كلاس ساوي تكست رايت، رايت، وادي كنترول اس، وادي اف 12 من تحت المفاتيح. ولو بصينا فعلا التكست رايت شغاله تمام، والليست كده ظبطت تمام. تعالى نشوف كده لو احنا حطينا الكلاس اللي اسمها الليست ان ستايل، ليست داش ان ستايل بهذا الشكل، وادي كنترول اس واف 12 من لوحه المفاتيح. هنبص تلاقي الستايل بتاع الليست اللي هي النقاط بتاعت الليست ايه، اتشالت. لو انا عاوز اجيب الليسته جنب بعضيها او الحاجات دي جنب بعضيها، بسم الله الرحمن الرحيم، باذن الله نكمل ان شاء الله الجزئيه ديت. احنا قلنا دلوقتي ممكن نخلي الليسته بتاعتنا تيجي ناحيه اليمين عن طريق التكست رايت، او ممكن نخليها ليست ان ستايلد بالشكل دوت. لو ضغطنا في 12 جت النتيجه بالشكل دوت، ان هي جت ناحيه اليمين وشلنا النقط من عليها. طيب الحل اللي احنا عاوزين نعملها دلوقتي ان احنا عاوزين نخلي الليسته ديت تيجي جنب بعض. تمام كده، فبنيجي هنا وبنيجي في اليو ال الالمنت ديت، ونحط
الكلاس ديت، الكلاس اللي هي ليست جروب، تكون ليست جروب، وبعد كده تحط فيها كلاس تانية اللي هي تكون ليست جروب هوريزونتال، ليست جروب هوريزونتال، تمام كده. وتيجي في كل ال اي من دول وتروح عامل كلاس مرة تانية كلاس هذا الشكل، وتخليها ليست جروب ايتم. ليست جروب ايه؟ ليست جروب ايتم بهذا الشكل. ناخدها كنترول سي ونحطها في بقى ايه باقي الحاجات هنا، كنترول في او باقي الايتمز هنا، كنترول في كنترول وفي كنترول وفي، وادي كنترول اس ونحط المفاتيح، وادي اف 12 ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو بصينا تحت هتلاقي الليست نفسها اصبحت كانها شكلها زي عامل زي القايمه بالشكل ده، البوت ستراب البوت ستراب البوت ستراب، الجافا سكريبت، السي اس اس، والاتش تي اتش تي ام ال. ولو رحت انت للدوكيومنتيشن نفسها هتلاقي في الدوكيومنتيشن في حاجات كتير قوي تخص الليست. يعني ممكن مثلا هنا لما تعملها ليست جروب بالشكل دوت، تمام كده، وتحط مثلا مع العنصر الاولاني تخليه اكتف. تعال نشوف كده نجرب هنا اهو، ونحط مع العنصر الاولاني اكتف كلمه اكتف اهي، كنترول اس. تعال نشوف شكلها اف 12 من تحت المفاتيح، هتبص تلاقي العنصر الاولاني اصبح هي اكتف بالشكل ده، تمام كده. المهم في الدوكيومنتيشن انت ممكن تلاقي اكزامبلز وامثله كتير جدا جدا على موضوع البوت ستراب بشكل كبير جدا وبشكل ايه بشكل موسع، وفيما يخص الليست هتلاقي حاجات كتير قوي، تمام كده. طيب هنيجي نكمل بعد كده، عندنا هنقول الخلفيات. هنقول ايه الخلفيات؟ مثلا خلفيه نص مثلا تكون بشكل معين، ماشي، تنسيق خلفيات النصوص، تمام كده. تعال نعمل باراجراف كده، هنيجي هنا تحت اليو ال، وهنعمل باراجراف بي تاج هوم بي تاج، وهنقول تنسيق الخلفيات، تنسيق الخلفيات. وتعالى نجربه واحده ايه واحده واحده، تمام كده. اول حاجه هنعمل مثلا ديف بالشكل دوت، ديف والديف ده هيكون ليه كلاس اسمها البي جي برايمري، بي جي داش برايمري داش برايمري بالشكل دوت اهو ديت، تمام كده. وهنكتب مثلا دي نقول خلفيه اساسيه للنص، خلفيه أساسية للنص، كنترول اس واف 12. تعال نشوفها، جت هنا بعد اليو ال، تمام كده، وحطهم كلهم في لستة واحدة اللاين، تمام. تعال نعمل بس بي ار تاج ونشوف هيحصل ايه معنى فيه هنا. احنا دخلناهم جوه اليو ال عشان كده داخلين معاهم، كنترول اكس المفروض دول يطلع بره اليو ال لو سمحت، كنترول في كنترول اس واف 12 مره ثانيه. هتبص تلاقي دي الخلفيه الاساسيه بتاعت ايه بتاعت النص تطلع باين بالشكل ده، يعني مش باين قوي بس هي دي، تمام كده. طبعا انت ممكن تحط بادنج وتحط شويه حاجات كده عشان مارجن، تخلي التكست رايت عندك، خلي التكست رايت عشان يبان اكتر. كلاس خلاص تكست رايت داش رايت، وادي كنترول سي، واحط برضو هنا برضو ديت نحط تكست رايت ديت، كنترول سي برضو نحطها هنا، كنترول في كنترول اس مرة تانية، وادي اف 12 هتطلع بالشكل ده بالشكل ده. يبقى دي الخلفيه الاساسيه بتاعتي بتاعت النص. تعالى نعمل نفس الكلام ماشي كده، ونخليها خلفيه مثلا سكسس. تعال نشوف شكل الخلفيه بتاعتي سكسس هتبقى ماشيه ازاي. هنيجي في دريم ويفر وهناخد ديت كنترول سي، حطينا كنترول وفي، اوكي، بدل البرايمر ديت هتبقى سكسس سكسس سكسس، اوكي، تمام كده.
وهتبقى هنا خلفية النجاح للنص. النجاح طبعا مش للنص يعني مثلا لأي أكشن، مش مشكلة تكون نص ولا حاجة. وأدي كنترول اس، وأدي فوت نشر مراحة المفاتيح، وأبص لأي خلفية السكسس بلون أخضر. تعالى نعمل خلفية تانية، وأدي يكون ناخد ده كنترول سي ونحط هنا كنترول وفي تمام كده. وبدل السكسس هتبقى بي جي دينجر دينجر. كل دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلاسات انت بتستخدمها خلفية الخطر للنص. كلها دي عبارة عن كلاسات انت بتستخدمها بحيث ان انت تشكل زي ما انت عاوز. كنترول اس وادي اف 12 من تحت المفاتيح، وهنزل تحت كده دي الدينجر بالشكل دوت تمام. تعال نشوف خلفية تانية، ولكن خلفية الوردنج وخلفية الانفو. تعال ناخد نسختين من دول، كنترول سي، وهنيجي هنا كنترول في مرة واحدة، كنترول في مرة تانية. هنكتب هنا warning warning، وهنكتب هنا كمان info، وادي كنترول اس، وادي اف 12 مراحة المفاتيح. ده شكل الورنينج تمام، وده شكل ايه؟ شكل الانفو. كده عرفنا كذا حاجه، من ضمنها الهيدنجز، تنسيق الهيدنجز وتنسيق الباراجرافز تمام كده، والمحاذاه بتاعت النصوص، وتنسيق النصوص بشكل معين تمام كده، الباراجرافات بشكل معين، سواء كان ده كان نص اساسي برايمري، او كان مثلا سكسس، او كان دينجر، او كان وورنينج warning، او كان انفو، او ازاي ان انا اعمل مثلا لسته تكون بالشكل اللي انت شايفه دوت تمام كده، وتكون اللسته ديت جايه بشكل افقي، او ان انا مثلا اعمل خلفيات بشكل معين بحيث انها تظهر بايه؟ بالشكل دوت تمام كده. تمام بكده نكون خلصنا الجزئيه بتاعت التوبولوجي. طبعا احنا بناخد يا جماعه مش كله معلومات فول انفورميشن، لكن هي معلومات بتفتح ايه؟ بتفتح الموضوع بحيث ان احنا نبقى عارفين الدنيا هتبقى ماشيه ازاي ورايحه فين. الله اكبر الله اكبر. تمام، وبكده نكون خلصنا الحلقة دي، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناة مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.